المبادرة دي والحملة دي من أستاذ سيد حامد وهو منسق مسؤول شمال القاهرة عينين فرقة التدخل السريع الخاصة تحديدا بأطفال وكبار السن. بلا مقام برحب بحضرتك في البداية يا أستاذ سيد. أهلا وسهلا فندم. قولي في البداية قبل ما ندخل الوحدة المتنقلة ونشوف التفاصيل اللي جواها، احنا عايزين نعرف ايه هو فرق التدخل السريع وايه هي اطفال بلا مأوى، واحنا كلنا لابسين السويت شيرت اللي مكتوب عليه احنا معاك، انت عبارة عن ايه بالظبط؟ احنا معاك واحنا فريق مكون من اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي واخصائي الانشطة بالاضافة للمسعف بالاضافة لسائق الوحدة المتنقلة. احنا كفريق هدفنا ان احنا ننقذ الاطفال والمشردين الموجودين في الشارع. العملية دي بتتم عن طريق آليتين في العمل. الآلية الأولى إن احنا بنعمل رصد ومسح ميداني للمناطق الخاصة بالوحدة المتنقلة بتاعتنا، بالإضافة للبلاغات اللي ممكن تجيلنا عن طريق الخط 16439. بنبتدي نتوجه مباشرة للبلاغ اللي موجود فيه سواء الطفل أو المشرد. عمل الفريق بيبتدي ببساطة جدا كتيم واحد، بنبتدي نحط الاستراتيجية بتاعتنا من خلال ان احنا من اول بنبتدي نجهز الانشطة الخاصة بتاعتنا. لو كنا هنعمل انشطة جذبة للاطفال بالاضافة لتحضير الوجبات، احنا بيجي لنا وجبات سخنة بنقدمها للاطفال والمشردين، وبنبتدي بيبقى معايا الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي بحيث ان احنا نقدر نعرف السمات الشخصية والسمات المميزة لكل شخص احنا بنتعامل معاه، بحيث ان احنا نقدر بقى يكون دورنا بعد كده بعد ما نكسب ثقته ان احنا نعمل له اعاده دمج سواء لاسرته او ان احنا نوفر له دور رعايه خاصه بيه. طب انا عايز اعرف انتوا بقالكم قد ايه شغالين؟ احنا يعني كان في موجه برد قارصه جدا مرينا بيها الفتره اللي فاتت، ويعني بتروح وتيجي نوعا ما، فانتوا بقالكم قد ايه شغالين من وقت موجه البرد دي، وتقريبا في كام حاله استجابت لحضراتكم؟ احنا موجودين من 2016. احنا معاك كنا شغالين في البدايه على الاطفال، بس مع توجيهات اللي جات لنا من الرئيس بدانا نشتغل مع المشردين الموجودين في الشارع. بدانا نرصد الاماكن المتواجدين فيها، نقدم لهم وجبات سخنه زي ما قلت لحضرتك تنقذهم من جو البرد القارس، ونبتدي بعد كده نشوف الاماكن الخاصه برعايتهم ونبتدي الحالات اللي تستجيب لينا. وقدرنا ان احنا نحول عدد خلال الموجه، العدد دي عدد كبير ما كانش عدد قليل، يعني احنا كوحده شمال حولنا حالتين في نفس التوقيت وديناهم في دور رعايه خاصه بيهم. انا عايزه بس افهم حاجه، حضرتك بتقول وحده شمال القاهره، انا عايزه اعرف انتم مقسمين كفريق تدخل سريع مقسمين نفسكم ازاي يا استاذ سيد؟ هي وحده اطفال بلا مأوى، احنا حوالي 17 وحده على مستوى المحافظه كلها، المحافظات كلها. في القاهره بس في 5 وحدات متنقله شمال وشرق وغرب وجنوب القاهره، بالاضافه للقليوبيه فيها وحده، الجيزه فيها وحدتين، اسكندريه 3 وحدات، غير مناطق الصعيد. هي 17 وحده بتغطي محافظات الجمهوريه جميعا، بحيث ان احنا نقدر نوصل للاطفال والمشردين في كل الاماكن اللي موجوده في في محافظات مصر كلها. طيب كم حاله تقريبا بقى شفتوا ان هي يعني استجابت لحضراتكم وديتوها دور رعايه؟ هم برضو هل فكره ان هم يستجيبوا ان هم يسيبوا الشارع ويروحوا دور رعايه دي كانت سهله بالنسبه لكم، ولا كان ايه الوضع بالظبط؟ لا، هو بالنسبه لاستجابه، لا في استجابه الحمد لله، بس هو طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا هدفنا الاساسي كسب ثقه الاطفال او المشردين. يعني هو الطفل اللي بلا مأوى ده طفل عنده انعدام في الثقه في اللي حواليه، مش سهل جدا انك تكسبي ثقته. فده بيتم عن طريق ايه؟ ان انا ببتدي امارس معاه الانشطه المختلفه، الانشطه الجاذبه ليه، سواء احنا العربيه مش عربيه تنقل، يعني الوحده المتنقله مش مجرد وحده بتتنقل من مكان لمكان، لا دي وحده مجهزه فيها اسعافات اوليه، فيها انشطه مختلفه، فيها بلاي ستيشن، فيها كل وسائل الجذب رسم وتلوين، بحيث ان احنا نقدر نجذب الطفل للوحده ويبقى عارفها ويبتدي يتردد علينا. مش شرط بس ان احنا نكون نروح له، لا هو ممكن يعرف مكان الوحده وبيبتدي يتردد على الوحده. مع الوقت ومع ثقته اللي بيكتسبها من خلال تعامله معانا بيبتدي يحكي لنا مشكلته، ونقدر نعرف ايه المشكله الحقيقيه اللي بيتعرض ليها او ايه المشكله اللي خليته يبقى متواجد في الشارع. وبنبتدي بقى على اساسها كفريق نحط ايه الاليه اللي نقدر من خلالها ان احنا نحطه في دار رعايه تكون خاصه بيه. ده بالنسبة للأطفال، وبالنسبة لكبار السن ليهم تجهيزاتهم برضو؟ بالنسبة لكبار السن فليهم طبعا تجهيزاتهم، يعني نقدر نقول برضو ان مشرد لازم يكسب ثقته بقى. احنا بنتردد عليه، يعني مش ممكن في البداية يرفض ان احنا نتدخل معاه او يرفض ان احنا نقدم له حتى الوجبه السخنه، لكن مع التكرار، مع ان احنا بنبتدي نعرف مشكلته، لما بيبتدي يلاقينا مهتمين وبنجيله كل يوم وبنسال عليه كل يوم بيبتدي يستجيب، ونبتدي نقدر نوديه برضه لدور رعايه خاصه بحالته.
طب اشرح لي بقى طبيعة عملكم بالظبط، يعني دلوقتي يا استاذ سيد احنا موجودين والوحدة المتنقلة اهي ورانا ومجهزة زي ما حضرتك بتقول، طبيعة العمل ازاي؟ اولا انتم متقسمين شفتات، يعني في شفت صباحي وشفت مسائي، طبيعة العمل ازاي؟ بتشتغلوا ازاي؟ هي وحدات اطفال بلا مأوى موجوده على مدار ال 24 ساعه، تمام؟ حتى في ايام الاجازات بيبقى في حالات، بيبقى في وحده موجوده طوارئ لاي بلاغ في اي مكان في الجمهوريه كلها، تمام؟ احنا اليه العمل بتاعنا بتتم من خلال الشقين، الشق الاولاني احنا بننزل نعمل رصد ومسح للمنطقه من خلال الفريق، يعني احنا زي ما حضرتك قلتي كده الوحده مجهزه، بنبتدي احنا كفريق بنجهز الوجبات، بنجهز الانشطه بتاعتنا، بنجهز الاوراق بتاعتنا الخاصه بينا، وبنبتدي ننزل كفريق كامل بالمسعف بالاخصائي النفسي بالاخصائي الاجتماعي، ونبتدي نعمل مسح الاماكن اللي بيبقى متمركز فيها الاطفال او المشردين، نبتدي نتدخل معاهم نقدم لهم الخدمات في مكانهم، وبعد كده ممكن نرجع للوحده تاني. بالاضافه لو في حاله هيبقى حابه ان احنا نوديها في مكان، نبتدي نتحرك بالوحده نجيله لغايه مكانه، ناخده للمكان اللي دور الرعايه زي ما قلت لحضرتك. بالنسبه للاليه الثانيه عن طريق البلاغات بقى، انا ممكن اكون اثناء عملي بيجي بلاغ، ببتدي اتحرك بيه مباشره بالوحده المتنقله لمكان البلاغ. اما نقطه البلاغ دي بقى يا استاذ سيد، عايز اعرف دلوقتي البلاغ بيجي لحضرتك عن طريق ايه، وازاي بتتاكد من صحه البلاغ اللي بيجي لك؟ هو البلاغ بيجي لي عن طريق المركز الرئيسي عندي في وزاره التضامن الاجتماعي من خلال برنامج اطفال بلا مأوى اللي هو خط الساخن 16439. البلاغ بيوصل، المواطن بيتصل على البلاغ في على الخط على الرقم ده، وبيتم توزيع البلاغات دي على اقرب وحده متنقله خاصه بمكان تواجد الطفل، وبيبتدي يتواصلوا معانا على خط الساخن بتاع الوحده، كل وحده ليها تليفون، بيبتدي يتواصلوا معانا وبنبتدي نتحرك مباشره على مكان تواجد الطفل او المشرد. وتتاكدوا بنفسكم هل البلاغ صحيح ولا لا؟ بيتم التواصل مع المبلغ، احنا بناخد بيانات المبلغ، بيبقى سايب رقم تليفونه، بيتم التواصل معاه بحيث لو يعني لو احنا نتمكن من تواجد الطفل بالظبط في المكان اللي احنا رايحينه. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه مهمه، وهي فكره طبعا اكيد البلاغات بتبقى متعدده جدا، وفي زي ما حضرتك بتقول في منها الكويس وفي منها مش كويس، بس انتوا في تجهيزات بتعملوها او بلاغات صحيحه وبلاغات غير صحيحه، وفي تجهيزات بتعملوها واحده منها الوجبات السخنه، مين بيتعاون مع حضراتكم في تجهيز الوجبات، في تقديم الدعم لحضراتكم؟ يعني هو احنا بيتعاون معانا جهات كثيره، منها بنك الطعام، يعني بنك الطعام بيجيب لي كل يوم في مكان التجمع بتاع الوحده الوجبات الخاصه بالوحده بتاعتي وبنبتدي نتحرك عليه. اما بالنسبه لموضوع البلاغات، احنا بنتحرك للبلاغ سواء البلاغ احنا صحيح ام لا، احنا طالما جالنا بلاغ بنتوجه ليه. طب انا عايز اعرف من حضرتك دلوقتي، حضرتك بتقول ان بنك الطعام بيتعاون مع حضرتك في تقديم الوجبات، فكره اصلا بقى التعاون بين حضراتكم كحكومه وزاره التضامن الاجتماعي وبين الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني في فريق التدخل السريع بشكل عام، او سواء كان بقى اطفال بلا مأوى او كان كبار سن من المشردين، يعني التعاون بين حضراتكم الى اي مدى، وبرضه المواطنين اللي في الشارع مدى تطوعهم مع حضراتكم؟ بالنسبه للجمعيات الشريكه او الجمعيات الاهليه بيبقى ليهم دور معانا، دور فعال، تمام؟ برضو ان احنا كلنا هدفنا الاساسي هو انقاذ الطفل او انقاذ المشرد، تمام؟ طبيعه الدور دي عباره عن ايه بالظبط؟ الدور نفسها اللي احنا لا طبيعه الدور اللي بيقدمه المنظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهليه والمواطنين بشكل عام. هو احنا عن طريق الجمعيات او اداره الدفاع عندنا الخاصه بالوزاره، تمام؟ بيتم توفير سواء بقى الوجبات او بطاطين للمشردين او للاطفال، بالاضافه طبعا لايداعهم في احدى دور الرعايه اللي بتبقى خاصه بالجمعيات دي او خاصه بالوزاره. تمام. يعني حضرتك شايف ان في تعاون من المواطنين يا استاذ سيد لحد دلوقتي، في متطوعين جم لحضراتكم ما لهمش علاقه بوزاره التضامن الاجتماعي ولا لهمش علاقه بجمعيه الاهليه، متطوع عادي شايف حضراتكم فحب ان هو يجي يساهم معاكم، ولا شايف مدى التعاون عامل ازاي؟ لا هو الحمد لله في اقبال كبير جدا من المواطنين دلوقتي، في بقى في وعي اكتر بالحمله بتاعتنا، بحمله احنا معاك، بقى في تأييد، بقى في ناس بتيجي تعرض علينا ان هم يبقوا يتعاونوا معانا متطوعين، وفي الحاله دي احنا برضو بنتواصل معاهم بحيث ان لو هو يقدر يقدم لنا اي خدمات، لو اي بكفايه بس ان هو ينشر عملنا في السوشيال ميديا ويعرف برضو احنا شغلنا بيوصل للناس ازاي، يعني احنا بقى لنا زي ما قلت لحضرتك فتره بنشتغل وحابين ان احنا نوصل ونوثق للناس قد ايه احنا بنتعب في ان احنا ننقذ الناس. اكيد
اكيد، ومهم كمان لو كل منطقه الشباب المنطقه تطوعوا في الموضوع ده، اكيد بدل ما هنقدر ننقذ مثلا 10 مشردين في شارع واحد، لا ممكن ننقذ اكتر من كده في الحي كله. اكيد طبعا يا فندم، طول ما انا ليا، طالما المواطن هيقدر يساعدني فكده، بدل ما يبقى في اخصائي واحد بس في الشارع، بقى اكتر من اخصائي ليه عين وليه نظره، بيبص يشوف الشخص ده متواجد فين وبيتصل بينا، واحنا مباشره بنتحرك عليها. تمام، انا اول متطوعه مع حضرتك، هنبدا دلوقتي واحنا بنتعايش مع حضراتكم وانتم بتعملوا مسح شامل للمشردين سواء من الاطفال او من كبار السن. يلا بينا نبدا، اتفضل حضرتك.